وبالختام عندي كلام. معظم المجالات اللي أنفقنا عليها أموالنا هي مفقودة وإحنا دائما بعازة إلها. يعني مثلا الكهرباء أنفقنا عليه 82 مليار دولار خلال 18 سنة وإحنا لحد الآن كل ساعتين عندنا متلازمة اللي هي مقولة خالدة، نقول يلا إجت الوطنية سد البوب خلي يتكيف البيت قبل لا تطفى. وتسليح الجيش أنفقنا عليه 150 مليار دولار ومواجهة داعش كشفت لنا الحقيقة، سلاح ما عدنا وذهبنا وقع صفقة سلاح ونطلب معونة الدول حتى نقاوم العدو. أما مؤسسات التعليم أنفقنا عليها 780 مليار والمدارس والله حال الضيم حالها في بعض المحافظات، يعني 500 مليار من هذا البلد وما شفنا منها ولا شيء، والله أعلم بعد إيش قد لازم ننفق فلوس حتى نكمل احتياجاتنا. بس بوجود الفساد بعد ولدنا ما يشوفون ويحصلون خدمات. نقول الله موجود وإن شاء الله ما نفقد الأمل، وبهمة الطيبين واللي يحبون هذا البلد نعيد كل شيء. تصبحون على وطن آمن في أمان الله.